ومعنا في الاستوديو عبد الله صار، الأمين العام لجمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم. أهلا. بداية، إلى أي حد أسهم هذا الموسم في التأسيس لجيل الأخوة الذي اتخذتموه شعارا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. هذا الشباب اللي جاءوا من الداخل، وهذا الشباب اللي شاركوا من نواكشوط، وكثافة الناس في هذا الموسم في كل أنشطته يدل عن تجاوب الناس، يساعدنا نحن في تأسيس جيل الأخوة. لأن هذا الموسم قررنا أن يعود، يعني الشباب، لأن الشباب هم جيل المستقبل، وتجاوبهم معنا في جميع الأنشطة دلنا عن إن شاء الله بدأنا نأسس تأسيس حقيقي لجيل الأخوة. نعم، من خلال المواسم السابقة، إلى أي حد لمستم مدى نجاعة مثل هذه المواسم وتنظيمها؟ نحن شفنا أن مشاركة الناس في الموسم الأول كان أقل من مشاركة الناس في الموسم الثاني، ومشاركة الناس في الموسم الثالث كان أكثر. إذا هذا دليل على التجاوب. وشفنا عن منتسبي الجمعية في الموسم الأول 2013 كان أقل بكثير من المنتسبين 2015 و16، معناه شفنا تزايد في الانتساب، وشفنا تزايد في جمعيات موازية تعمل في نفس الحق لأنهم يدوروا شراكة معنا. هذا كامل دل عن ذا اللي نعدله، نتيجة ذيك تظهر المؤاخاة، عدد الناس، عدد الأسر اللي آخينا زادت، وعادوا واحدين يقضوا مبادرات من هذا اللي نعدله. وشفنا حتى الشعارات تزامنت مع الموسم، شعارات أن نتكلموا لغات كاملة، معنا أشياء اللي كنا نحن نعدله شفنا واحدين أخرين ينتهزوا الفرصة من هذيك الشعارات وعنهم، وهذا نحن يسعدنا عن الناس تتبنى هذه الفكرة، لأن نحن نريدها لموريتانيا جميعا. نعم، البعض يرى في مواسمكم الثقافية تكرار، وأن الاختلاف عادة يكون فقط في الشعار. إلى أي حد تميز هذا الموسم عن سابقه؟ حد النظرة عميقة لا يشوف عن الموسم الأول، تكلم عن مكونات مجتمع، معناه الكور والبيضاء، كيف نتعارف، وكان شعار نتعرفه. الموسم الثاني كان مغاير من أجل مجتمع العدل، تكلمنا عن مظالم وأساسا قضية العبودية. وهذا الموسم قبلنا نمط آخر، هو من أجل جيل الأخوة، معناه أن نستهدفنا الشباب، وقلنا عن هؤلاء الشباب اللي نتعاون معاهم في التربية وفي التوعية عنهم جيل المستقبل. ولذا ما في تكرار، ما في مادة من المواد تكررت، وحتى المستهدفون ليسوا نفس المستهدفين. نعم، إذن كيف ترى الجمعية واقع الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي واللغوي في موريتانيا؟ نحن في الجمعية حاولنا نأسس موريتانيا مختصرة. نحن الأنشطة اللي نعدل اللي ما هو الموسم، عندنا ملتقى السنوي، هذا الملتقى نجمع فيه جميع موريتانيا مدة أسبوع، يتعايشون، يصلوا في بلد ويأكلوا في بلد ويلعبوا في بلد معنا، ويتعلموا بعضهم من بعض عادات الآخرين. هذه الأمور حسب تصورنا نحن فعلا سيغير في الأمر. وهذا الموسم نفس الشيء، جبنا واحدة من الداخل، معنا كلهم عنده نظرة عن مثلا الذكور اللي جاي عندهم نظرة عن البيضان، وبيضان عندهم نظرة عن الحراطين، معناها هذه النظرات خلال هذه الأيام الأربع، هذه الأنشطة وهذه النقاشات الجادة والصريحة، شفنا أنه فعلا هو اللي لا يبني الأخوة. وحد شاف المسيرة هذا المسار يشوف ملي نفس الشيء، ناس جات عفويا، جاءوا البيضان وجاءوا الحراطين وجاءوا سوانك وجاءوا بولار وجاءوا ورف وجاءوا كاملين، وشعارات كانت عفوية. عن هذه الأمور شفنا تجاوب الناس مع الذي عدى الجمعية، أن هذا حسب تصورنا هو نواة فعلا، أن الناس تشوف فعلا عن الوحدة الوطنية ممكنة. لين نعملوا لها كامل. نعم، إلى أي حد ترون بتكامل ما تقومون به كجمعية ثقافية اجتماعية وما تقوم به السلطات الرسمية في هذا المجال؟ نحن قايلين عن السلطات لين تقوم بدورها الحقيقي لا يتكامل الجهود، ونحن نؤمن بأن السلطات ما يقدر يعدوا كل شيء، يا غير في أشياء ضرورية يعطوا يوفروها، وفيه أيضا مسائل
ووسائل يقد هم يوفروها للجمعيات لين يشوفون نشاط جيد. وأنا هون قد نعطي مثال أن المسيرة ما بعد أنها رخصت يعني غير السلطات لين شافوا أهميتها وعنها جادة عقبوا رخصوها ومشاونا الشرطة وأمنوها. معنى عن هذه القضايا لين تخلق لين يخلق هذا التعاون قايلين عن ذي الشعارات اللي عند الدولة وعند رئاسة الأحزاب ومع ذلك عند المجتمع المدني من شيء واقع لين يقد يتكامل ويعود فعلا يؤدي إلى يحدث. نعم عبد الله ستار الأمين العام لجمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.